نواصل إن شاء الله تعالى في ذكر هؤلاء الأعلام. قال ابن الجوزي رحمه الله: مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصير يكنى أبا محمد، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وكتم إسلامه، هذا في بداية الأمر. وكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فلما علموا به حبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم خرج في الهجرة الثانية، وكان من أنعم الناس عيشا قبل إسلامه. فلما أسلم زهد في الدنيا، فتحسف جلده تحسف الحية، تأثر حتى جسده رضي الله عنه تأثر بهذا البلاء الذي ابتلي به من الفقر والشدة بعد الإسلام، ومن ترك الراحة والدعاء والتنعم الذي يعني كان يتنعم به قبل الإسلام رضي الله عنه. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن بايع الأنصار البيعة الأولى، يفقههم ويقرئهم القرآن، وكان يأتيهم في دورهم فيدعوهم إلى الإسلام، فأسلم منهم خلق كثير وفشى الإسلام فيهم، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يجمع بهم، يعني الجمعة، فأذن له فجمع بهم في دار بني خيثمة، في دار بني خيثمة. قال: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السبعين الذين وافوه في العقبة الثانية، فأقام بمكة قليلا، ثم قدم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فهو أول من قدمها. طيب يا جماعة، الكلام ده الزول يفهم منه شنو؟ مصعب ابن عمير رضي الله عنه قال: كان قبل الإسلام منعما، كانت أمه تهتم به، وكانت ذات مال، وكان يتنعم بمالها، فلما أسلم فقد ذلك كله، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتردد عليه في بيت الأرقم، وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى رضي الله عنه. ثم هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم الثانية، وذهب إلى المدينة ودعاهم إلى الإسلام، يفقههم في العلم وفي الدين، ويقرئهم القرآن، ويدعوهم إلى الإسلام بحسن خلقه وببيانه، كما قال ابن عثيمين رحمه الله: قال: الدعوة إلى الله بلسان الحال وبلسان المقال، قال: وبلسان الحال أحيانا أبلغ بحسن الخلق. أشكي مصعب بن عمير رضي الله عنه يعني أنعم الله عليه بفضائل، منها أنه ترك الدنيا للآخرة، ترك النعيم من أجل الدين، واحد. ثانيا أنه أول من أقام الجمعة في المدينة. ثالثا أسلم على يده كبار الصحابة أو بعض الصحابة من الكبار، وأنا بذكر اثنين، الثالث خلي لما تجي ترجمته، ممن أسلم على يده عمرو ابن الجموح، صحابي معروف كان به عرج، ولما حان وقت الجهاد ومنعه أبناؤه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أن أجاهد. قالوا: يا رسول الله، هو معذور بعرجته. قال: إني أرجو الله أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه، تغير وجه عمرو بن الجموح من شدة الحزن والألم لمنع أبنائه، فأذن له فجاهد فقتل شهيدا رضي الله عنه.
وممن أسلم على يده أسيد ابن حضير، ده صحابي برضو عجيب، تجي ترجمته إن شاء الله. هذا قرأ القرآن فنزلت الملائكة لقراءته حتى هاج فرسه لما رأى النور، ده الأسلم على يده. طيب، قال البراء رضي الله عنه: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير. قال ابن الجوزي: وكان مصعب رقيق البشرة، ليس بالطويل ولا بالقصير، قيل هو ابن 40 سنة أو يزيد شيئا، يعني لما قتل واستشهد في ذلك العمر. عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله عز وجل، أي بما أوجبه على نفسي، لأننا خرجنا وهاجرنا نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، لم يأخذ الغنائم ولا 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 إلى آخره. منهم مصعب ابن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد له شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، رضي الله عنهم جميعا. أخرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلم. ده مصعب ابن عمير بشيء يعني من الاختصار. الرجل الذي بعده عمير ابن أبي وقاص أخو سعد، والرجل ده ترجمت فيها نقلين، فيها نقلان، وكلا النقلين عن أخيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما، يعني ترجم له في أقل من نص صفحة، لكن أقول هذه الترجمة لعمير ابن أبي وقاص فيها رسالة للشباب ولغيرهم، للشباب خاصة وللآباء وللمربين. شاب عمره 16 سنة، شوف عمل شنو. قال: عن عامر بن سعد عن أبيه قال، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى، يعني بالدسة خايف يشوفوه يقولوا ده شنو صغير، بالدسة داير شنو يقاتل. فقلت: ما لك يا أخي، يعني تتوارى. فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني. شوف حرصون على شنو، على الجهاد. قال: وأنا أحب الخروج، لعل الله يرزقني الشهادة. عمره 16 سنة. أزي شفعنا دين، شوف حالهم كيف، جانا من صغير بلي، واحد تلقى عمره 4 سنة يهبش الموبايل ويخش الألعاب، والرمز بتاع أمه ذاته حافظ، انت كان ادوك الموبايل تشخط لما يقول لك الموبايل ذاته يقول لك انتظر 30 ثانية، شغلة دي غلط، هو بأصبعه الصغير ده سريع سريع جازف عليك. ده الفاهمين حاجة الدنيا زول، ما فاضل لك ذاته. ناس شوف يا أخي شباب صغار في الأعمار دي، تلقاهم أولاد ثانوية وبنات ثانوية يقعدوا في المصاطب يشاغلوا في البنات ويفلقوا فيهم، شفتهم بعيني. تربية نسأل الله العافية، لو يتربوا على المسلسلات والأفلام إلا من رحم الله تعالى، يربون على الغش، يربون على الكذب، بل بعضهم يبغضه أبوه في الدين. واحد في السوق تاجر قال لي: الولد مشى حفظ، بدأ يحفظ قرآن ومشى معاكم في خلوتكم دي وكذا وكذا، جاب لي ناس. قال بعد فترة جاني
قال التلفزيون ده شيلوه برا، عمره 8 سنة. قال أنا قلت أوه يلا يستر، الشغلة دي ماشية على داعش شوية شوية. قال قلت لي تاني ما تمشي. يا أخ داعش بتاع شنو؟ داعش ده التكفيريين يا أخ، جابنا لهم شنو؟ وكلها لخبطة، يربوني يا أخ تربية، عشان كذا بخرجوا ناس تربية سيئة زي أبو عمير وديت، ما تربية سيئة. أنت قايل شنو؟ أبو عمير ده زول غرق وتوغل في الضلال وفي بغض السلفيين والعلماء الناصحين، ووقع في أحضان المضلين، وكما قال شيخه الضال كما قال كلمة حق خرجت من مبطل، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف شنو؟ الكلاب. شوفوا يا جماعة، الزول الصادق والمؤمن في الكرب يتذكر الله سبحانه وتعالى، أما الزول المخرف والزول عقيدته منحرفة، لما تجي الكرب بينادي شيوخه، يا مكاشفي يا كباشي يا صايم دي، مكاشفي مات. الناس ديل والله غريبين مرة واحدة، وزول مات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. زول مات إذا بتنادي كيف؟ هو الحي، إن ناديته في كربة إلا يكون عنده خبرة بها ذاته. والله لو في عمارة ميلت بتنادي لها زول بتاع خدار ولا مهندس يعني شقت، يجيب لك لا حاجة عاملة كذي وحديد كيف وجازف لك شوية شوية، طلع لك السيخ تستفيد منه، تجيب لك زول يجاوبك ساي. انت جات كربة تنادي زول ميت، يا فلان الحقنا ويا فلان افزع. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله الذي لا إله غيره الذي يدعو الله مشرك، مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. تعبان تلقاه عطشان في رمضان، تلقاه في الصلاة قدام وكذا، وقبل الصبح يجي بساعة، وعقيدته في ميت تعبان زايد مش نوم يا زول، تمتع بكفرك قليلا. في داية أسلم لله سبحانه وتعالى، الكلام هذا نحن خايفين عليك، أسلم لربك سبحانه وتعالى. دعاء عبادة، صلاة، انت عايز بتاخد شيخ تصلي له يقول لك لا لا دي عبادة يا أخي، بتصوم له وتقول صمت لشيخي فلان تقربا له يقول لك لا لا. طيب الدعاء ده ما عبادة؟ والدعاء انت مركته من العبادة بشو؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دي عبادة تديها للشيخ ليه؟ انت ما بتصلي للشيخ، تدعو ليه؟ الشيء اللي خلاك ما تصلي ليه مفروض يخليك ما تدعو بالراحة كذا، زعلان مننا وهابية وكذا، واقتل الوهابي قبل الدابي، خلي الدابي وخلي الوهابي، حل مشكلتك اول جيتك. كان الولد تربي على الطاعة وعلى الخير على حب الدين، مش تبغضه في الدين بحجة انه ده تشدد ده كذا، يا ولد بالجن يا ولد كذا، اضغطوا. والله يا جماعة شفناهم بعيننا وسمعناهم بأذنين، انا ما دار اكثر من الكلام لانه السلف كانوا يكرهون القصاص. واحد ابوه ان شافوا مع ناس بيمشوا حفلات ويجوا ويمشوا وين ويجوا وبتاع اللخبطة يخليه، اليوم اللي بيستقيم ويباري له زول في المسجد مستقيم ويعلمه الدين وكل يوم متطور في الخير، ابوي يقف ضده تاني، اوعك تمشي وكذا وما تباري فلان وكذا، قبيل خلاه يباري شنو؟ ناس الحفله وناس اللخبطه، هسه يقف ضده. طيب قال وانا احب الخروج لعل الله يرزقني الشهاده. قال فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره، فعلا قال له شنو؟ صغير. فقال ارجع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، فبكى عمير فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى. قال سعد، شوفوا صغير كيف عمير ده، قال سعد أخوه فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغري. بعد ده مصير شنو؟
لقاتل. قال: فقتل ببدر وهو ابن 16 سنة، قتله عمرو ابن عبد ود. عمرو ابن عبد ود ده من أقوى المشركين، بل قيل صارع عنتر في الجاهلية 3 أيام متوالية، ما استطاع أحدهما أن يلقي الآخر ويطرحه في الأرض. ذول من أشرس الناس. وعمرو بن عبد هود قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما قتله علي كان عمر علي 16 سنة. قتل غار الغبار حتى لم يرى الناس عليا ولم يروا شنو عمرو بن عبد هود. هما مرق في صف المشركين، ذكر بعضهم خرج وقال: يا محمد، هل فيكم من يشتاق إلى الجنة؟ فإني اشتقت إلى النار. انت قال له قلت نحن كفار وبنخش النار، وانتوا اللي بيموت منكم بيخش الجنة. قال: فخرج له علي بن أبي طالب وهو ملثم، وكان ابن 16 سنة، ابن 16 سنة. لما وصلوا، وطبعا ذول مفتري وذول شرس وقوي، والناس شافوه، شافوا علي، علي رضي الله عنه، فقال له: اكشف عن وجهك من أنت. فلما كشف علي عن وجهه قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال: يا ابن أبي طالب، إن بيني وبين أبيك مودة، ولا أريد أن أفجع أباك فيك، ارجع. قال لي: أبوك أبو طالب ده شنو صاحبي، وأنا ماذا أفجع فيك؟ قال: ولكني أريد أن أفجع أباك فيك. قال له علي رضي الله عنه. قال: فقاتله حتى قام الغبار، ثم ضربه في نصفه فقطعه علي رضي الله عنه. فلما أزيل الغبار رأوا عمرو بن عبد ود قد طرح ميتا.